بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. إن شاء الله النهاردة مع بعض هنبدأ المحاضرة رقم 33، وهنبدأ نتكلم عن المقامة القصوى للقطاع والأحمال القصوى للقطاع، وإزاي بصمم القطاعات تحت تأثير الأحمال القصوى، أو نقدر نقول أو نسميه التصميم الأقصى أو الحدي واللدن للعناصر والمنشآت الخرسانية بعناصرها إن شاء الله المختلفة. المحاضرة دي هتبقى قصر على بعض المعلومات العامة عن التصميم بالطريقة الألتيميت، لأن المحاضرة دي هتبقى مهمة معايا جدا في بداية شرح محاضرات الساب والأخطاء الشائعة من وجهة نظري في الحسابات على الساب والتعامل مع النتائج بتاعتها، او نقدر نقول ايه الحاجات اللي احنا ممكن نعتمد فيها على الساب وناخد النتائج ونثق فيها ونقدر نتعامل معها من خلال معطيات ونتائج الكود المصري، وايه الحاجات اللي في الساب لازم نبعد عنها نتيجة لان البرنامج غير مصمم وما بيديناش الشغل بتاع الكود المصري، فاحنا هنتفاعل مع البرامج من خلال الكود المصري، وده كان الهدف الرئيسي من الدورة، وازاي انا اوظف هذه البرامج علشان اقدر احصل منها على قيم مقاربة او مماثلة للكود المصري. ان شاء الله النهاردة هنبدأ مع بعض التعريفات المهمة اللي هتهمني جدا في شرح البرامج، وبعد كده حضراتكم هنعمل توقف صغير عن الشرح الكود المصري، وهنبدأ نتناول برنامج الساب والسيف ونقول ايه الاخطاء الشائعة اللي بتحصل وايه الحاجات اللي انا اخدها وايه الحاجات اللي ما اخدهاش من هذه البرامج، وازاي اخلي هذه البرامج ان شاء الله تديني نتائج قريبة جدا من الكود المصري، وان كان في ديفرنس هيحصل هنعرف الفرق ده هل هو مقبول او غير مقبول، هل نقدر ناخده كمهندسين بنشتغل بيه الكود المصري او لا. الكلام اللي احنا هنقوله هنا ممكن جدا مثلا زميل في سوريا ياخد الكود بتاعه ويبدأ يقارن ويشوف برضو زي ما احنا هنعمل هنا في الكود المصري، ممكن كل زميل بيشتغل بكود مختلف يقدر ان هو يطلع ويعمل مقارنة شبيهة او مماثلة بالمقارنة اللي هنعملها، وان شاء الله هيوصل لنتائج مهمة جدا ورائعة بالنسبة لي استعمال هذه البرامج. هنبدأ مع بعض ان شاء الله زي ما بدأنا المحاضرات في الوركينج وعرفنا انواع القطاعات بتاعتنا، نفس الكلام هينطبق على التصميم بالالتيميت، لكن الالتيميت هيختلف شوية في بعض الجزئيات البسيطة، ومن اهم هذه الجزئيات هو معامل التخفيض اللي هو بنسميه جاما، والجاما دي اما بناخدها الخرسانة فبنسميها جاما سي، واما بتكون للحديد فبنسميها جاما اس، فمش هنلاقي في المواصفات اللي هي بالالتيميت او في التصميم بالالتيميت كلمة اف سي يو الا لما تكون مقسومة على جاما سي، مش هنلاقي الاف يلد الا واذا كان مقسوم على جاما اس. يبقى هي دي بس ايه ملحوظة كده ايه سريعة. المعاملات دي حضراتكم احنا كنا شرحناها في احدى المحاضرات السابقة، برضو انا هسترجعها مع حضراتكم بسرعة، اللي هي قيم هذه المعاملات، وبنقول هي المعامل خفض المقاومة. معامل خفض المقاومة احنا بناخده طبعا للحديد وبناخده للخرسانة، وشرحنا الجزئية دي بالتفصيل. عموما الجاما اس او الجاما سي اللي احنا في النهاية خالص بنسميها سي بصفة عامة جاما ام، دي معاملات احنا بناخدها عشان نخفض بيها، بنسميها معاملات امان عشان نخفض بيها قيمة الاستريسز اللي هي بناخدها في الخرسانات وبناخدها في الحديد نتيجة بعض السلبيات اللي بتأثر لي على المقاومة المميزة، سواء كان بالنسبة لي الخرسانة او بالنسبة لي الحديد، لان انا عندي في الطبيعة دائما ابدا لازم هيكون في بعض اختلافات بسيطة هتديني نتائج غير النتائج اللي بحصل عليها في المعمل. يعني انا وانا شغال في المعمل طبعا احنا بنحط الكونديشن بتاعتنا بتبقى كونديشن يعني ايديال، بتبقى مثالية لاقصى درجة، انما لما بطلع انفذ على الطبيعة طبعا الظروف هتختلف، درجات حرارة هتختلف، درجات رطوبة هتختلف، سوء زلط
سوق رمل، سوق نوعية المية اللي بستعملها، سوق كميات مش نقول كميات الأسمنت، سوق مواصفات الأسمنت في السوق، ونقول الكميات حتى اللي احنا بنعمل لها او بنعمل بيها الخلطة الخرسانية بيحصل بيها بعض الأخطاء، فمحطوطة معاملات التخفيض دي علشان تشيل كل هذه الايه هذه السلبيات. اتفقنا في المحاضرات دي ان احنا بناخد قيمة جاما سي بواحد ونص، وبناخد جاما اس بواحد وخمستاشر، ودي في جاما سي اللي هو معامل تخفيض الخرسانة او مقام المميز الخرسانة، والجاما اس معامل التخفيض للاف يلد بتاع الحديد، وبنستعمل القيمتين دول في حالات قطاع معرض الى عزوم انحناء، او قطاع معرض لقوة شد او قوة قص او عزوم لي. كل دي الحالات اللي انا بستعمل فيها جاما سي بتساوي 1.5 والجاما اس بي 1.15، وهنضيف لهم طبعا اللي هي قوه التحمل لما باجي احسب البوند ستريس اللي هو قوه التمسك اللي ما بين الموجوده ما بين الحديد وما بين الخرسانه. واحنا ان شاء الله هنخصص محاضره لحساب الاطوال اللازمه للتماسك واجهاد التماسك بين الحديد والخرسانه، وايضا طول الوصلات وامتى استعمل وصلات اللحام وامتى ما استعملهاش، وده كان بناء على طلب من احد الزملاء في المنتدى. ان كان عندنا القطاع بتاعي هيبقى معرض لقوه ضغط لا مركزية، يعني ايه لا مركزية؟ يعني انا عندي القوة بتاعتي اللي بنسميها ان او بنسميها بي بتؤثر في نقطة بعيدة عن مركز ثقل الشكل، يبقى احنا بناخد هذه القوة الفرصة اللي جاية بننقلها الى مركز القطاع، بتبقى عبارة عن قوة زائد مومنت. لو قسمت المومنت ده على القوة اللي جاية هو ده المعامل اللي اسمه اي، والتي طبعا ده اللي هو عبارة عن سمك الايه سمك القطاع. دي المعادلة العامة لحسابات جاما سي وجاما اس، وبناخد حضراتكم حالات مختلفة من التحميل اللي هي بالنسبة للجاما سي وجاما اس بحساباتهم، ان شاء الله هنطبق عليهم في معادلات كتير بإذن الله وأمثلة. بالنسبة لحدود التشغيل اللي احنا بنحسب منها التشكل وبنحسب منها الترخيم وما لذلك، بناخد قيمة معامل المقاومة او معامل خفض المقاومة دي بتساوي 1، يعني احنا ما بنخفضش المقاومات واحنا بنحسب التشريخ او التشكل او الترخيم. هيبقى لنا بالنسبة عشان برضو نبدأ ندرس الحالة الالتيميت، نعرف ايه الاحمال اللي هي بتجيني، لان انا في النهاية خالص انا عندي فيه حمل بيبقى ابلايد على العنصر، هذا الحمل هو اللي انا بقدر احسب منه كل الاسترس والسترين اللي بتبقى موجودة في القطاع. بعمل هذا القطاع معادلات اتزان، ومن معادلات الاتزان اقدر استنتج كل التصميم بتاعه سواء كان القطاع بتاعه او اجهاد الحديد او اجهاد الخرسانة او انفعال الحديد او انفعال الخرسانة، وبالتالي اقدر احسب الاريا اس واخد البروبتيز بتاعة القطاع بتاعتي. وانا اتعمدت ان انا ابدأ بشرح هذه المعادلات او هذه الامثلة البسيطة اللي منها نعرف ان يعني ازاي اتعامل بسهولة مع قطاع الخرسانة، وازاي اصممه بمنتهى السهولة طالما انا عارف الاسلوب اللي انا بشتغل بيه. يبقى انا عندي الحمل اللي جاي هنا. بالنسبة للبرامج اللي هي الساب او السيب او الاتاب، ممكن بحط عليها احمال ووركنج وبناخد الاحمال بدون زيادات، انما في الطريقة الالتيميت احنا بنعمل زيادات في هذه الاحمال. فانا برضو عامل لحضراتكم تشارت صغير، التشارت ده بيقول لي حالات التحميل اللي هتبقى موجودة على القطاع. اذا كنت بشتغل بحمل حي وحمل ميت بيبقى المعامل بتاعي بالنسبة للحمل الحي ده طبقا للكود المصري بيتضرب في 1.4، بالنسبة للحمل الميت بيتضرب في 1.6. اذا كان الحمل الميت يا جماعة اقل من الحمل الحي، وده بيبقى في الاسطح المايلة لما بنيجي نعمل سطح مايل روف مايل او بناخد سطح نهائي، ممكن جدا احط عليه لافلوت سي مثلا 100، يبقى انا عندي هنا الحمل الحي اقل من الحمل الميت. ما احطش حاله التجميع 1.4 1.6، لا احط حاله التجميع بتاعتي حمل حي زائد حمل ميت مضروبه في 1.5. ان كانت الاحمال اللي بتاثر معايا حمل حي حمل ميت زائد ضغط السوائل او اتربه زي الريتيننج وول مثلا، يبقى بناخد 1.4 حمل حي. انا اسف هنا في تغيير حصل، بناخد 1.4 الحمل الميت، وبناخد 1.4 حمل ميت 1.4 حمل حي 1.6،
معلش بس انا اللي لما جيت اكتب بدات بالحمل الحي الاول. حمل الحي 1.6، حمل الميت 1.4. اذا كان الحمل الحي اقل من الحمل الميت باخد الاثنين ب1.5. هنا حضراتكم عندي الحمل الحي بالنسبه لو في عندي حمل حي وحمل ميت وضغط سوائل باخد الحمل الحي ب1.6، الحمل الميت بضربه في 1.4، ضغط السوائل والاتربه بضربها في 1.6. بالنسبه لنا لو هناخد حمل حي وحمل ميت زائد ضغط رياح بناخد الحمل الميت 1.4 في 8، 1.4 مضروبه في كام؟ في 8، وده معامل تخفيض للاحمال بتاعتنا. احنا لو ضربنا هذا الرقم هيديني تقريبا 1.12، وبرده هنا لو ضربنا هتديني 1.2، يعني الحمل الحي بيتاخد 1.12 اجمالا، حمل الميت بيتاخد ب 1.12 اجمالا، ضغط الرياح برده بيتاخد ب 1.2، اللي هي حاصل ضرب 1.6 في 8. لو شلت ضغط الرياح وخدت ضغط الزلازل، واحنا عارفين طبعا ان الحالتين دول احنا ما بنجمعهمش مع بعض، احنا بناخد الورست منهم، بناخد أسوأ حالات تحميل المنشا منهم. هي دي الحالات اللي احنا ان شاء الله باذن الله واحنا داخلين الساب او داخلين السيف هنحطها وهنجيب منها الماكسيمم لود. لو هنحط حمل الزلازل بيعامل معامله حمل الرياح برضو مضروب في 1.6، وعندي برضو الحمل الميت والحمل الحي بنفس القيم بتاعتهم لو عندي احمال رياح. اتبقى لنا الحالة الأخيرة وهي حالة وجود الحرارة، يعني أنا عندي أحمال الحرارة. إن شاء الله احنا نشرح درس خاص عن حسابات الحرارة وتأثير الانكماش ده في الساب بإذن الله. حضراتكم احنا بناخد الحمل الميت 1.4 مضروب في 8، وبناخد الحمل الحي 1.6 مضروب في 8. ده الحمل الحي 1.8 في 1.6 في 8. بالنسبة لأحمال الحرارة والرياح باخد الحمل بتاعها 1.4 مضروبة في 8. كده حضراتكم احنا مرينا مرور سريع، وانا عارف طبعا كل زوم الحمد لله عارفين هذا الكلام كويس، انما انا برضو حبيت ايه انوه عنه علشان نعرف فروق الأحمال اللي هي هتجيني وانا بشتغل في الطريقة الأرتد. لو شفنا قطاع بصورة عامة، هذا القطاع وزعنا عليه الانفعال والاجهاد زي ما عملنا بالمحاضرات الوركينج، برضو احنا بنقول ان بيبقى عندي هنا في انفعال في الخرسانه، في عندي هنا انفعال موجود في الحديد. اقصى انفعال للخرسانه في الكود المصري ما بنسمحش باكتر من 0.003، يعني 3 × 10³. بالنسبه للاجهاد في الخرسانه، الاجهاد الالاوبل اللي هيبقى مسموح بيه داخل الخرسانه هو 2 × FCU على جاما سي، التلتين دي اللي هي 0.67 مضروبه في FCU على جاما سي، بيبقى جزء منها مستقيم والجزء الثاني هو قطع مكافئ. بالنسبه للكود بيعمل عمليه ايه؟ تقريب لهذا الشكل بدل ما يبقى بالمنظر ده، هو بيقربه وبياخده بهذه القيمة علشان نقدر نحسب الشغل بتاعنا بإيه بسهولة. يعني إن افترضنا إن بعد محور الخمول، بعد محور الخمول عن الألياف العليا المعرضة للضغط هو سي، لما باجي أقرب هذا الشكل وأخليه شكل مستطيل باخد طول هذا الشكل، طوله بيساوي 8/10 من سي اللي هو الجزء ده. أنا قربت الشكل المستطيل زائد القطع المكافئ، هعمله حمل مستطيل، لود مستطيل، الكثافه بتاعته 0.67 مضروبه في اف سي يو مضروبه في جاما سي، بيبقى انا عندي موزع على طول بيساوي 8/10 من سي. هنشوف الحالات القصوى لبعد محور الخمول عن الياف الضغط، وهي دي حضراتكم اللي ان شاء الله باذن الله تعالى هيكون عليها عامل كبير ومؤثر كبير وانا بحسب الاي افكت او بعمل ست موديفاير داخل الساب والسيف علشان اخليه يدي نتائج مطابقه للكود المصري، لان الموضوع ده انا عملت له الحمد لله يعني دراسه كبيره وطبقت على امثله كتير. فان شاء الله انا هجهز لكم مثال علشان اشوف ازاي هعمل تغييرات في الموديفايرز في الساب بحيث ان انا اكون قريب قوي من الصح بالنسبه لتصميم القطاعات او تحليل القطاعات. كده حضراتكم احنا استعرضنا بشكل سريع، لو انا عندي قطاع مستطيل، عندي قطاع على شكل تي سيكشن،
عندي قطاع ايا كان شكله، انا عندي في النهايه خالص هو ده شكل الانفعالات وشكل الاجهادات اللي هتولد داخل هذا القطاع، هو الشكل ده اللي انا بحطه في الذاكره عندي، وهو الشكل ده اللي انا هتعامل معاه علشان احسب كل المؤثرات اللي بتجيني على القطاع الخرساني، ومنها ابدا احسب كل الاستريسز والانفعالات اللي موجوده. بالنسبه لي الكود المصري قريب خالص من الكود البريطاني، انا جايب لكم جزء من الكود البريطاني برضه خاص بتوزيع الاجهادات والانفعالات علشان نشوف الفروق بتاعتنا الصغيره البسيطه، لان في تقارب شديد ما بين الكودين المصري والبريطاني الا في بعض النقاط، زي مثلا حالات التشريخ اللي احنا خدناها وقلنا ان احنا بنشتغل بالكود الالماني وبعدنا عن البريطاني وبعدنا عن الامريكي. هنا حضراتكم اللي هو البعد من محور الخمول، يعني خلينا نتكلم بالمفهوم وليس بالرمز، البعد بين محور الخمول وما بين منطقه الخرسانه او الياف الخرسانه المعرضه للضغط، لما جه الكود المصري يقرب هذا الشكل او الاستريسز اللي هو موجود بشكله الطبيعي فقربه بمقدار 8 من 10 من هذا الايه؟ من هذا البعد. الكود البريطاني قال لا، قال انا هاخده 9 من 10 في ده، دي الرموز اللي موجوده داخل الكود البريطاني. ده اسمه النيوترال اكسس طبعا، بعد النيوترال اكسس بعد الياف الضغط، الالياف الاقصى الياف معرضه للضغط بالنسبه للخرسانه عن النيوترال اكسس بيسميها اكس، بياخد برضه هذا الشكل فعلا وبيقربه، لكن لما بيجي يقربه بيقربه بوينت 9 من اكس، احنا بنقربه مثلا لو استعملنا دي زي الكود البريطاني اكس يبقى دي عندنا احنا في الكود المصري بوينت 8. برضه في فرق يا جماعه في الانفعالات، الانفعال بالنسبه للخرسانه في الكود المصري احنا ماشيين مع المعهد البريطاني الاسف الامريكي اللي هو بياخد ان انفعالات اللي موجوده القصوى اللي موجوده في الخرسانه مسموح ب 3 في 10 اس ناقص 3، الكود البريطاني بياخدها بوينت 0.035 يعني بيزود 5 هنا، يعني بتبقى تقريبا 3.5 في 10 اس ناقص 3. حضراتكم انا بس يمكن نسيت اكتبها هنا على القطاع، بس المهم هي دي الايه القيمه بتاعتها، يعني لا اهي موجوده اللي هي ايبسلون سي يو، ده اللي هو الانفعال، ودي ده الرمز ده اللي بيستعمل داخل الكود البريطاني. الانفعال داخل الخرسانه الاقصى بيساوي بوينت 0.035، والبعد ده خلاص بنسميه اكس. عندي المحور الخمول اللي هو محور بتتعادل عنده كل الاجهادات. مرور سريع على الثلاث حالات، عندنا حالات الفيلير اللي موجوده في الخرسانات زي ما شرحناها في الوركينج، وقلنا في عندنا حاجه اسمها الاندر انفورسمنت، وقلنا الاندر انفورسمنت هو الانهيار نتيجه الشد، انهيار نتيجه الشد اللي هو الدكتال فيلير، وهو ده اللي احنا بنصمم عليه. يعني احنا بس عشان يبقى كلامنا محدد وواضح، وكان احد الزملاء سالني هذا السؤال قال لي انت بتقول ان انا بصمم على البالانسد، لا انا مش بصمم على البالانسد، انما انا باخد القطاع البالانس علشان اقدر احكم على القطاع هل هو اندر ولا اوفر. يعني انا اول ما بحل خالص بحدد نوع انهيار العنصر من خلال ايه؟ من خلال تصميم القطاع البالانس سيكشن، وبعد كده ببدا اشوف هل هو هصممه اندر ولا هصممه اوفر. انما احنا دائما ابدا هنصمم بمين؟ هنصمم بهذه الحاله، هي دي الحاله المثلى اللي هي بتديني، انا شطبت عليها كما لو اني بلغيها، لا هي دي الحاله اللي انا هشتغل عليها في التصميم بصوره شامله. يعني ليه؟ لان دي بتديني انذارات، بتديني انذارات اثناء الايه بتديني انذارات قبل عمليه الانهيار. اما القطاع اللي هو الاوفر رينفورسمنت اللي هو الانهيار القصفي، ده ما بيدينيش اي انذارات اثناء الانهيار، وده بنحاول نبعد عنه. مسميات القطاع الاندر رينفورسمنت بنسميه داكتيل فيرير، بنسميه تنشال فيرير اللي هو ايه الجهاز اللي هو الانهيار تحت تاثير الشد، اما الانهيار القصي ده هو بنسميه الاوفر رينفورسمنت او بيرتل فيلير او كومبريشن فيلير. ثلاث مسميات دول لنوع واحد، ثلاث مسميات دول لنوع واحد. احنا القطاع بتاعنا او الشغل بتاعنا هيبقى على انهيار اللي هو الشد اللي هو الاستطالي، او القطاع اللي بتبقى فيه نسبه الحديد اقل من المطلوب. هنا حضراتكم بيبقى انا عندي نسبه الحديد داخل بقى هذا القطاع كده عشان نخصصه ونتكلم ندردش عليه شويه، داخل هذا القطاع بتبقى انا عندنا نسبه الحديد في الشد كلها بتبقى فعاله، بتبقى كلها ايه فعاله، اللي هي الميو بتساوي الاريا اس مقسومه على البي في الدي.
يبقى احنا هنا حضراتكم بنسيب الحديد يوصل الى اقصى انفعاليه. بعد ما بيوصل الحديد الى اقصى انفعاليه بتبدا الخرسانه بتشتغل معايا وبتبدا تشيل لحد ما يحصل لها الايه الانهيار، وبالتالي بتسبب لنا الشروخ. لما الاحمال بتزيد عليها اكتر بيبدا الشرخ يتسع. مع اتساع هذا الشرخ احنا حضراتكم كل ما الاحمال بتزيد كل ما النيوترال الاكسس ده بيبقى عايز يتحرك لفوق، يعني كل ما الجزء اللي هو يعني احنا بنقول لما الاحمال هنا بتزيد شويه بتبدا الخرسانه تشتغل بعد ما الحديد يوصل الى اقصى مراحله. فطبعا محور الخمول بيبدا يتحرك لفوق لان مساحه التشريخ عندي بتزيد. فكل الحالات اللي بيمر بيها هذا النوع من القطاعات في النهاية هتديني مؤشر قبل انهيار المنشأ، وبالتالي ده اللي احنا بنصمم عليه ان شاء الله. ده احنا بنلجأ له في حالة ان احنا بنبقى عايزين قطاع مقيد بارتفاع معين، او ان انا عندي ارتفاع كاميرا هتعرضني، او المعماري طالب مني طلب ماشي اوكي احنا بنمشي، او مهارة المهندس المدني بتبقى مركزة في الاستجابة لكل الطلبات وتوفير كل الطلبات طالما ان انا في حدود الامان ومطابق لمواصفات البلد اللي انا شغال فيها. حضراتكم لو احنا خدنا القطاع اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه وهنبدا نركز عليه الاحمال ونشوف المعادلات بتاعته علشان بس اخلص من الشكل. انا طبعا مش هقعد اشرحه بالتفصيل لان حضراتكم خلاص بقيتوا اقدر مني على شرح هذا الكلام وفهمه واستيعابه، انما انا بس عشان في بعض المعاملات والتشرطات بتقابلنا في تصميم الالتيميت، فلازم ان انا برضو ابقى فاهم هي جايه لي منين. يعني مش معنى مجرد رمز موجود وخلاص، واعرف الشرطات بستعملها ازاي، المعادلات بستعملها ازاي، لان في مرونه كبيره جدا في التصميم بالطريقه الالتيميت عنها في الوركنج الميثود بتاعتها واضحه وسهله وسريعه ومعروفه. هنا ممكن نصمم باكتر من حاله باكتر من شرط وكلها بتديني نفس الايه النتائج. لو احنا عندنا قطاع بالشكل ده يا جماعه، عندي ده قطاع مستطيل، عندي ده قطاع تي سيكشن، وهنفترض ان محور الخمول بتاعي على بعد ايه من الشفه اللي موجوده في الضغط باعتبار ان التي فلانج بتاعتي هي تي والاي اقل من تي فلانج. يبقى الحاله اللي انا بتكلم عليها دي قطاع مستطيل، بطبق على قطاع لان طبعا محور الخمول لو طلع للمنطقه دي بالنسبه لقطاع تي سيكشن ده مش تي سيكشن خلاص، ده بقى بالنسبه لي قطاع. امتى يتسمى تي سيكشن؟ لو انا عندي محور الخمول كان موجود تحت شويه، يعني خد جزء منين؟ جزء من العصب اهو. يبقى لو جالي هنا محور الخمول يبقى ده اشتغل معايا تي سيكشن، وعشان يشتغل تي سيكشن اتفقنا ان انا لازم اوفر له في منطقه شفه الضغط حديد بيساوي 3% من مساحه حديد الشد الموجود. وهنيجي لخصائص القطاع اللي هو التي سيكشن وخصائص كل القطاعات واسلوب رص الحديد والكلام ده كله ان شاء الله جاي في الدوره يعني. كده حضراتكم احنا هنحط الاستريسز بتاعتنا. الاستريسز بتاعتنا زي ما احنا اتفقنا كده قلنا لو انا عندي محور، ادي محور خمول لقطاع المستطيل، للقطاع المستطيل هنفترض انه في هذا المكان بيبعد بمقدار سي عن شفه الالياف الخرسانه المعرضه للضغط اقصى نقطه فيها. يبقى انا عندي من محور الخمول لحد النقطه اللي موجوده فوق دي اللي احنا بنسميها سي في الكود المصري. قلنا هنركز الاجادات بتاعتنا على طول مقداره ايه، والاي ديات بتساوي 8 من سي. اتفقنا ان الاجهادات اللي هتبقى موجوده عند الخرسانه هي 2/3 مضروبه في اف سي ومقسوم على جاما سي. عندي طبعا الحديد من تحت المنطقه دي حاصل فيها كراكس او مشرخه، الحديد اللي تحت او الفرص اللي هتجيني في الحديد هي عباره عن الاف اس مضروبه في الاف ييلد، وما ننساش نقسم على جاما اس. يبقى انا لما هقول كلمه اف ييلد لازم احط تحتها جاما اس، هقول اف سي وهحط تحتها جاما سي اللي هي معاملات الايه التخفيض. عشان ندرس اتزان هذا القطاع زي ما اتفقنا مع بعض قلنا هنضرب طبعا ها السي او التي، لان انا هنا بصمم قطاع ايه دلوقتي، انا عفوا انا كده بدرس القطاع المتزن عشان برضو نبقى ايه واضحين. هنا انا بدرس قطاع متزن، قطاع متزن يبقى انا باخد التي او السي، لان المفروض في القطاع المتزن الاثنين دول يساووا بعض. التي بتساوي مين؟ بتساوي السي. طب السي لوحدها بتساوي ايه؟ عرفناها، قلنا بنركز هذا الشكل وبنضربه في عرض القطاع اللي موجود، ويبقى انا عندي هيساوي 0.8 في سي مضروبه في الكثافه بتاعتي هنا اللي هي 0.67 اف سي يو على جاما سي مضروبه في البي اللي هو البعد هنا لو انا بصمم كاميرا، وبضربه في البي اللي هي بتساوي 100 لو انا بصمم اسلاب. يبقى انا عندي الام التيميت اللي هتحصل لي على هذا القطاع بتساوي
يا اما السي يا اما التي، مضروبه في مين؟ مضروبه في ذراع العزم. ذراع العزم يبقى انا عندي من النقطه دي لحد فين؟ لحد النقطه دي، ده اسمه ذراع العزم اللي انا هضرب فيه. طب ذراع العزم ده بيساوي ايه؟ ده شكل مستطيل، لما اجي اركز السي يبقى اكيد هتكون فيه على بعد ايه؟ على 2 من الشفه اللي فوق، يعني ده هيجي في نص الايه؟ في نص المستطيل بالظبط، يبقى ايه؟ على 2. يبقى انا عندي ذراع العزم ده بيساوي الدي كلها، اللي هي المسافه من مركز الحديد لشفه الضغط، دي اللي اسمها الدي، ناقص نص الايه؟ نص الايه؟ وده اللي انا حطيته هنا في المعادله، قلت ان الام التيمت بتساوي السي او التي مضروبه في دي ناقص ايه على 2. يبقى انا عندي كده الاف التيمت اتعرفت، انا عندي السي وعندي التي معروفين، هنشيل بس قيمه التي ونعوض عنها، نقول اف التيمت بتساوي التي بتاعتنا عباره عن اريا اس في الاف يلد على جاما اس مضروبه في الايه؟ مضروبه في الطول. طيب تعالوا نساوي مع بعض السي في التي، لان هي دي اللي احنا هنطلع منها كل المعادلات اللي احنا محتاجينها، ومنها هنبدا نتكلم عن التشارتات، ومنها يعني انا كده بشتغل على قطاع متزن، بقول ان السي بتساوي التي، خدت التي بتاعتي وحطيت القيمه بتاعتها اللي هي اريا اس في الاف يلد على جاما اس بتساوي السي، السي بتاعتي عباره عن كثافه او الاجهاد اللي موجود اللي هو 0.67 في اف سي على جاما سي مضروبه في البي مضروبه في الاي، والاي اللي هي بناخدها 8/10 في الكود المصري. لو خدنا كل ده رحناه او وديناها الناحيه الثانيه، هيبقى انا عندي الاي في هذا المكان بالتعويض هلاقيها بتساوي التي والاريا اس مضروب في الاف يلد جاما اس، واخد ده هقلبه طبعا، هخلي الجاما سي فوق واخد ده كله احطه فين؟ في المقام. والاي هنا حضراتكم لازم يكون الاي باي دي اقل من 1/10، والكلمه دي احنا هنرجع لها في الجداول ومره اخرى ان شاء الله في حسابات الاستريسز والاجهادات على هذا الايه؟ القطاع. لو حضراتكم انا جيت قسمت الطرفين، يبقى انا هشتغل بقى دلوقتي، انا بشتغل على هذه المعادله، بشتغل على المعادله، لان انا جبت الاي دي منين؟ انا جبت الاي من تساوي الطرفين السي بتساوي التي، قدرت اجيب الاي. هقسم طرفي المعادله هنا على 2 دي، انا قسمت هنا طرفي المعادله على 2 دي اهي حضراتكم. يبقى هنا لما اقسم على 2 دي هخلي الاري اس زي ما هي، وهجيب البي دي مع الدي عشان الاثنين دول مع بعض، الترم ده على بعضيه احنا بنسميه طبعا كلنا عارفينه اللي هو نسبه ميو، اللي هو بيساوي اريا اس مقسومه على البي في الدي، اللي هي الاريا سي افكتيف بتاعت الايه؟ بتاعت القطاع. ادي الميو، الاف يلد على الجاما اس ده ترم لوحديه، جاما سي، وهنا طبعا انا قاسم على 2، 2 تنضرب في 0.67 تديني 1.43، وادي الايه؟ الاف سي. يبقى انا كده قسمت على 2 دي، خدت الدي هنا تحت الاريا اس مضروبه في البي عشان اعوض عن القيمه دي كلها بايه؟ بميو، اللي هي النسبه المئويه لتسليح القطاع. الاف يلد على الجاما اس اهي، وادي الجاما سي مقسومه على هذا الرقم مضروب في 2 اللي انا قسمت عليه، فيبقى انا عندي كده حضراتكم اكن بالظبط عندي الاريا اس على البي في دي، شلتها وحطيت مكانها ميو مقسومه على 134 مضروبه في الاف يلد على جاما اس مضروبه في جاما سي على الاف سي يو. يبقى دي معادله هنعرفها مع بعضينا. هنا حضراتكم عشان اجيب الام التيمت، قلنا ان الام التيمت بتساوي تي مضروبه في تي ناقص اي على 2. هنا كل اللي احنا عملناه بس وصلنا هذا الشكل، انا عايز اشيل اي على 2 دي، انا هوصل المعادله دي للمعادله دي. يبقى انا هنا هقسم على الدي، هقسم هنا او هاخد الدي بره عامل مشترك، بره هذا القوس هاخده عامل مشترك، هيبقى لي هنا اريا اس مضروبه في الاف يلد على جاما اس، ولما اخد الدي بره هيبقى لي جوه القوس 1 ناقص اي على 2 دي، 1 ناقص ايه على 2. المعادلات سهله جدا يا جماعه لو مشيناها بمنطقيه كده بالراحه، معادلات سهله. انا ايه اللي بيخليني بقى بمشي في المعادلات دي او بعرف حدود المعادلات؟ انا بعرف حدود المعادلات عشان لما نيجي نقول واحنا بنصمم في حاجه اسمها سي 1، انا عارف السي 1 جت منين. بس اما ار يو، بس اعرف ار يو جت منين، ار 1 عارف ار 1 جت منين. الحاجه اللي احنا بنفرضها او المفروضه من الكود دي مفروضه للتسهيل، ان انا باخد قطاع مع بعضيه بمجموعه رموز كبيره، بدل ما احفظ الرموز دي كلها، لا احنا بناخد هذا المجموعه من المعادلات دي وبنديها رمز واحد داخل الكود المصري عشان نسهل العمليه شويه. يبقى انا كده وصلت المعادله دي، انا عوضت عن الجاما اس هنا حضراتكم ب1.15، وعوضت عن الجاما سي ب1.5، هنوصل للمعادله ان الام التيمت، وهنعوض بقى بالقيم اللي احنا اتفقنا عليها من شويه،
وهنشيل ايه على 2 دي ونحط، انا هنا جبت الايه على 2 دي هشيلها واحط القيمه بتاعتها هنا، هحط هنا الجاما سي بواحد ونص واحط الجاما اس بواحد و15، هنوصل الى ان الام التيميت بتاعتي، الام التيميت على البي دي تربيع، بي دي تربيع بتساوي 0.87 في الاريا اس في بي دي تربيع في الاف فيلد مضروبه في الدي، الدي دي هتروح مع التربيع هيبقى لي اريا اس على البي دي هنعوض عنها بميو، والترم ده هينزل لي زي ما هو. في النهايه خالص شلنا كلمه ام التيميت على البي دي تربيع وهنسميها ار يو، وهذا المعامل هنعمل منه اتشارتات علشان نقدر نحسب منه نسبه التسليح. يبقى ادي اول شرط انا هتعامل معاه وهصمم منه القطاع بتاعي. يبقى انا عندي الار يو دي اهي انا جبتها بتساوي ام التيميت على بي دي تربيع، يعني الكود المصري خد الترم ده على بعضه وسمه لي ايه ار يو، وراح جاي راسم علاقه او تشارت ما بين ار يو واليو ماكسيمم اللي هي عباره عن نسبه التسليح الايه القصوى. التشارت ده حضراتكم ان شاء الله وانا هرفقه لحضراتكم معانا، ده موجود في الكود المصري اللي هو الايتز اكزامبل، وموجود في كتاب ملحق لشاكر الدكتور شاكر بحيري برضو بنفس ترتيب الكود المصري الدكتور شاكر واخده، لانه طبعا من علمائنا اللي هم حاطين الكود المصري هو الدكتور عبد الرحمن مجاهد طبعا استاذنا وعالمنا الفاضل. اهو ده حضراتكم ادي المنحنى اللي هو بيربط ما بين الار يو ونسبه ميو. ايه الار يو وايه الميو بقى؟ ادي الار يو، الميو بتاعتنا اهي، يعني لو انا عارف الام الت اللي بتاصل لي على القطاع من اي من لو انا عملت مانوال، لو انا جبت من البرامج الانشائيه جبت الام الت اللي بتاصل على القطاع اقسمها على البي دي تربيع بتاعه القطاع هجيب قيمه مين؟ هجيب قيمه ار يو. اخش على المنحنى من معلوميه الار يو هروح اقطع الخط بتاعي هوريه لحضراتكم دلوقتي اهو، انا اظن ان انا هحطه لحضراتكم في ملف وورد برضو عشان ان شاء الله بالظبط انا هحطه في ملف وورد برضو عشان انزله لحضراتكم ان شاء الله. اهو ادي التشارت حضراتكم، بس عشان نحاول نوضحه شويه. بسم الله الرحمن الرحيم، عرض هنا حضراتكم اهو ادي التشارت، ادي قيمه الار يو اللي هي الام التيميت على البي دي تربيع، اخذنا الار يو او حطوا لنا الار يو على المحور الراسي وحط لي النسبه ميو على المحور الافقي. يبقى انا عندي للقيم محدده للاف اي، يعني هنا حضراتكم اللي هو الجزء اللي مش واضح ده اللي دي مجموعه منحنيات موجوده، هذه المنحنيات اللي هي بتخص الاف ييلد بتاعه الحديد ده والاف ييلد بكذا، يبقى هناخد القيمه كذا. لو المنحنى ده حضراتكم ان شاء الله اما هبعته لكم بالتفصيل هتبداوا تبصوا على الـ 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 الرموز الصغيره دي هنلاقي ان المجموعه اللي معلش اللي انا مش قادر اوضحها اكتر من كده، المجموعه اللي هي الطالعه دي فوق دي ودي هتلاقي مثلا دي عند اف ييلد معينه، يعني مثلا سي اف ييلد مثلا زي ما موجود 3600 مثلا كيلو جرام على السنتيمتر المربع، وفي مجموعه منحنيات داخليه، مجموعه المنحنيات او حزمه المنحنيات دي عباره عن ايه؟ مثلا اف سي يو مره ب 300، اف سي يو ب 275، اف سي يو ب 200. يبقى انا عندي هنا في ثلاث اربع خطوط هنلاقيهم جنب بعض لاف ييلد محدده، الكيرف اللي تحت ده برضه ده له اف ييلد محدده، وهنا الاف قيم الاف سي يو بتاعته. يبقى انا بطلع من الار يو افقي اقطع عند الاف فيلد والاف سي يو اللي محددين، انزل راسي هجيب ايه؟ ميو. طبعا طالما انا عرفت الميو اموري كلها بقت سهله، لان الميو بتساوي الاريا اس على بي مضروبه في الدي. يبقى انا هقدر طالما طلعت الميو، لو بصينا المعادله هو كاتبها بطريقه ثانيه، كاتب ان الاريا اس بتساوي ميو في البي في الدي عادي، يبقى انا عندي الميو هنا معلومه حضراتكم، القطاع معلوم اللي هو بي في دي، اقدر اطلع الاريا ستيل. يبقى الشرط سهل جدا، بمعلوميه الام التيميت والقطاع من هذا المنحنى بسهوله اقدر اجيب قيمه الميو. لو انا مش عايز المنحنى والعمليه بقت صعبه عليا خلاص انا اتعلمت وعرفت،
ان الام يو على البي دي تربيع بتساوي، لو حضراتكم يعني هنشيل دي ونحط دي كده، يبقى بتساوي 0.86 مضروبه في نسبه الميو اللي طلعها من الجدول، ميو اللي بطلعها من الجدول مضروبه في الاف يلد معروفه، وكل الترم ده هيبقى بالنسبه لي معروف. يبقى انا اقدر اجيب الار يو يا اما من هذه المعادله اطبق فيها تطبيق مباشر اطلع الار يو، او ان انا بمعلوميه الام التيميت على البي دي تربيع اقدر اطلع الار يو. من الار يو اقدر اوصل بسهوله لليو ماكسيمم اللي هي نسبه التسليح القصوى في القطاع، اضربها في البي في الدي هحصل على الاريا اس. ده الجزء الاول والحاله الاولى للايه؟ للتصميم، ان انا عندي معلوم عندي الام التيميت ومعلوم عندي الابعاد. لو احنا بصينا للمعادلات بالنسبه للكود الالتيميت، الالتيميت قريب خالص يا جماعه من برضو الوركينج اللي بيحسب لي فيه الدي بتساوي كي يو جذر ام يو على البي. لو احنا نفتكر زمان اللي معادله الوركينج كانت الدي بتساوي كي 1 جذر ام على بي، هنا الام استبدلت بالام التيميت، البي زي ما هي والكي 1 استبدلوها بايه؟ بكي يو. يبقى هنا ايه بقى قيمه الكي يو؟ هو ده اللي هنبدا نتكلم عليه تاني. من المعادلة دي حضرتك دايما المعادلة دي بقى انا هاخد منها كل الشغل بتاعي، هاخد من دي كل الشغل اللي انا هحتاجه في المعادلة. يبقى انا كده عرفت المعادلة رقم واحد في التصميم، عرفت ان انا في النهاية خالص من دي هقدر اجيب الميو، من الميو اقدر اطلع الارياستيل. حالة اخرى هنبدأ نخش عليها، هنا في المعادلة دي انا قلت لحضراتكم هنلاقي التشارت اللي هنا عبارة عن ايه؟ خط، عبارة عن زي ما انا قلت لحضراتكم هنا كده في الشرح، قلنا عباره عن ايه؟ دول هتلاقيهم اربع خمس خطوط جنب بعض، يبقى قدام اف فيلد معينه قدامي اربع خمس قيم للايه؟ الاف سي يو. فالمعادله دي جت للتسهيل، بيقول انا بدل ما اخش على منحنى، المنحنى فيه ايه؟ اربع خمس خطوط جنب بعض وتبقى العمليه صعبه، لا انا هدمج هذا الكلام واطلعه في قيمه، القيمه دي اسمها اوميجا. والاوميجا دي هي معامل تسليح الحديد. يبقى الكود المصري دخل لي حاجه جديده، قال لي انا هحط عشان يعني ابسط مجموعه الكيرفات اللي هنا دي واخليها في كيرف واحد، يعني لكل اف ييلد معينه اطلع كيرف واحد وتبقى العمليه سهله بالنسبه لنا في الحسابات. يبقى هو دمج هذا الكلام وحط لي نسبه او معامل اسمه معامل حديد التسليح واداله رمز اوميجا. ومعامل الحديد التسليح بمنتهى البساطه وتعريفه من خلال المعادله اللي قدامي دي حضراتكم، هي عباره عن نسبه الحديد، نسبه اللي هي الميو، نسبه الحديد مضروبه في النسبه ما بين اجهاد الخضوع بالنسبه للحديد على المقاومه المميزه للخرسان. يبقى دي معنى كلمه معامل الحديد. الكود المصري حط لي فرض، شايفين كده يا جماعه الار يو، الار يو بتساوي ام التيميت مقسومه على البي دي تربيع، تمام؟ حط لي فرض، قال لي احنا هنسمي الترم ده اهو، لو احنا قسمناه على الاف سي يو هنسميه ار 1 بدل ار يو، يعني حطوا لي بمعلوميه مين؟ حطوا لي بمعلوميه اف سي يو. يبقى الام التيميت على البي دي تربيع، على فكره يا جماعه المعادله دي بالظبط بارقامها بشكلها موجوده داخل الكود البريطاني كله، يعني احنا الجزء الترميم الالتيميت ده كله داخل من الكود البريطاني. بتيجي اختلافات بسيطه خالص ان شاء الله، واحنا بنشرح الامثله واحنا بنصمم على برنامج زي السيف، هنصمم كود بريطاني وهنصمم كود يعني الكود الامريكي، وهنعمل مانوال كود مصري، وهنبدا نشوف الايه الفروق. هنلاقي خالص الكود البريطاني قريب مننا جدا في هذه المعادلات والتصميم بالالتيميت. يعني يبقى اتفقنا ان احنا الكود المصري فرض لنا ار 1، ار 1 قال احط، يعني هو حط اكنه بالظبط خد الار يو وقسمها على الاف سي، خد الار يو دي حطها لي نسبه ار يو على الاف سي يو، دي سمها لي ايه؟ سمها لي ار 1، وراح جاي مديني منحنى او تشارت يربط ما بين نسبه حديد التسليح او معامل حديد التسليح والار 1 بمعلوميه الار 1، لان كل الترم ده هو اللي معروف بالنسبه لي، اقدر اجيب منه قيمه الاوميجا ماكسيمم، اطلع اعوض في هذه المعادله هطلع نسبه الحديد، من نسبه الحديد احسب اريا اس، الاريا اس بتساوي ميو مضروبه في البي مضروبه في الدي. احنا كل الاشكال دي في النهايه خالص عشان اطلع النسبه ميو واضرب في البي واضرب في الدي. التشارت اللي هو بيربط ما بين المعامل ار 1 المفروض من الكود المصري و نسبة معامل الحديد برضو حضراتكم موجود في التشارتات اللي هنا،
انا ان شاء الله هرفق لحضراتكم التشارتات دي كلها. ده عبارة عن تشارت، لا مش موجود في الصفحة دي. عموما عبارة عن منحنى، المنحنى ده حضراتكم بيبقى عبارة عن كيرف واحد، وهذا الكيرف عند اف يلد معينة بحط قيمة الار، امشي افقي هقطع المنحنى انزل رأس اجيب اوميجا ماكسيمم، اطلع اعوض في الترم ده هجيب الميو اعوض في القانون اريا اس بتساوي ميو في البي في الدي، اطلع قيمة الاريا اس. ده المعادلة التانية او الحالة التانية، والتشارت رقم اتنين. ده كل ده للتصميم. بالمعادلات الكود اللي هو المصري القديمة خالص، احنا لو نفتكر المعادله دي اللي انا كنت بشرحها لحضراتكم هناخدها دلوقتي ونبدا نفسرها ونشوف قيمه كي يو دي بتساوي ايه. هنجد ان الدي اللي هو العمق، اللي هو طبعا عباره عن التي ناقص الكفر، الدي اللي هو المسافه ما بين محور الحديد واقصى منطقه في الياف الضغط، بتساوي 1 على جذر ار1. ار1 اللي هو فين؟ اهو ادي قيمه ار1 اللي هي الام يو مقسومه على الاف سي يو مضروبه في البي دي تربيع، 1 على جذر ار1 مضروبه في جذر ام يو اف سي يو مضروبه في البي. وبالتالي دي المعادله اللي هي بنصمم بيها القطاع الالتيميت، اللي هي دي بتساوي سي 1، يعني خد الترم اللي هو اسمه 1 على جذر ار سموه لي سي 1، ده في الكود المصري. يبقى انا عندي دي بتساوي سي 1 جذر ام يو على الاف سي يو مضروبه في البي. سي 1 ربطه لي بالنسبه ما بين سي 1 والعلاقه ما بين السي مقسومة على الدي، السي اللي هو عبارة عن بعد محور الخمول عن الشفة بتاعة الضغط، أقصى منطقة بيحصل فيها ضغط في الخرسانة، يبقى أنا عندي دي اللي هي اسمها السي مقسومة على الدي، خدهم في تشارت واحد ورسم لي علاقة ما بين سي 1 وسي دي. خلي الجي دي دلوقتي لما نشرحها إيه نتكلم عنها، نشرح دي لما إيه لما نتكلم عنها. طيب انا عارف السي على الدي، ممكن ابقى عارف السي على الدي، اطلع راسي هجيب قيمه السي، واطلع راس طبعا اقطع المنحنى وامشي افق عشان اجيب كلمه او اجيب قيمه السي 1 من السي 1 احطها في المعادله دي، هقدر اطلع طبعا الدي. يبقى انا عندي البي مضروبه في الدي، اضرب في نسبه الميو اللي اطلعها من اي تشارت او من اي معادله من فوق، هقدر اطلع الارياس. هو هنا حضراتكم علشان بقى ما يطلعنيش من الكيرف ده ويدخلني في اللفه تاني فوق، قال لي لا انا هديك معامل اخر هو جي، وهنشوف المعامل جي ده بيعمل ايه، لان المعامل ده هو اللي على طول هقدر احسب منه النسب اللي انا محتاجها. يبقى انا كده حضراتكم بالمره عايزين نفهم ايه الحرف جي اللي محطوط داخل الكود المصري. نطلع مع بعض كده لمعادلة الاف الام التيميت اهي، نجيبها تحت كده، ادي المعادلة بتاعت الام التيميت موجودة اهي، ونبدأ نفسر عليها الكلام ده. انا عندي الام التيميت بتساوي اريا اس مضروبة في الاف فيلد على جاما اس مضروبة في دي ناقص اي على 2. الايه احنا اتفقنا مع بعض داخل الكود المصري بيتاخد من اهو قيمته 0.8 من السي، صح كده؟ القيمة بتاعته 0.8 من السي. طيب يبقى انا عندي ايه على 2، ممكن اشيل ايه على 2 دي واحطها 0.4 من سي. يبقى دي حضراتكم ممكن اسميها 0.4 من سي. يبقى انا كده عرفت السي اللي هي المسافة ما بين محور الخمول واقصى منطقة في الياف الايه؟ في الياف الضغط. يبقى هنا حضراتكم من المعادلة دي اقدر اقول ام التيميت تساوي الام التيميت تساوي، بس ايه نكنسل الجزء ده عشان ما نتلخبطش. اوكي هناخد ده هو تحت كده ونعمل له بس موديفاي، سوري يعني اهو معلش انا كان المفروض برضه جهزت لكم ده، بس عشان كنت تعبان شويه فما قدرتش اسجل الحلقه بسرعه، وكنت اتمنى ان انا اسجل الحلقه دي قبل ما اخش على أمثلة الألتميت وأخش على الساب والسيف يعني، وأعتذر عن التأخير. هنا حضراتكم يبقى أنا عندي الإم ألتميت، هسيب الأري إس زي ما هي، هسيب الإف يلد زي ما هو، وهاخد ده اللي هو الترم اللي اسمه من هنا حضراتكم، هاخد برضو هاخد من هنا الدي عامل مشترك، هاخد من الترم الجواني ده أهو الدي عامل مشترك، هيبقى لي جوه إيه؟ واحد ناقص، ناخده تحت أهو بدل دي كده،
هيبقى عبارة عن دي، نفتح قوس، واحد ناقص بوينت فور من سي مقسوم على ايه؟ على الدي. هو ده الشكل اللي احنا محتاجينه، اهو ده الشكل اللي احنا عايزينه. يبقى انا كل اللي انا عملته انا يا جماعة، انا خدت الدي عامل مشترك من الترم ده، تمام كده حضراتكم؟ الترم ده اهو انا خدت منه الدي عامل مشترك. بالنسبة لي قيمة الجي، قيمة الجي ناخد بقى كده رمز الجي ده تنزله تحت اهو في الكود، قال ان هو بيساوي الترم اللي هو واحد ناقص طبعا جاما اس. دي موجودة فين؟ موجودة في المقام. يبقى دي بتساوي، ناخدها تحت كده، دي بتساوي الترم ده كله اللي هو عبارة عن واحد ناقص بوينت فور سي على دي مقسوم على الجاما اس. بس هناخد ايه خط كده اهو، جاما اس دي موجودة عندي في المقام، وعندي الترم ده من غير الدي طبعا، احنا هنسيب الدي فوق اهو. الترم ده هنسميه هو الجي خلاص. يبقى انا اقدر احط علاقة ما بين الام التيميت والجي بالشكل ده، هقول ان الام التيميت بتساوي معلش انا عارف ان الكتابة بتاخد وقت. يبقى انا عندي الام التيميت بتساوي الاريا اس مضروبه في الاف ييلد مضروبه في، اتفقنا ان الرمز ده خلاص الترم اللي هو موجود هنا ده حضراتكم كله على بعضيه كده هنسميه جي، تمام؟ هيبقى لي فقط اللي هو الدي اللي انا اخدتها بره دي، تمام. هي دي المعادله العامه اللي بنحسب منها الاريا اس. يعني انا عندي الاريا اس هتساوي ام التيميت مقسومه على الاف فيلد مضروبه في الجي مضروبه في الدي. ودي معادله مهمه اللي انا بحسب منها حضراتكم لما بنيجي نشتغل في الساب او بنشتغل في السيف، وعايزين نغطي البلاطه بتاعتنا، عايزين نغطي اللفشه بتاعتنا، وبنطلع المومنت اوف ريزيستنت الاريا اس معينه. يبقى انا عندي مثلا لو انا هفترض في البلاطه بتاعت 6 فاي 10، بشوف ال 6 فاي 10 في الجدول بتساوي ايه، اضربها في الاف يلد، اضربها في الجي، والجي خلاص اهو كده انا فهمت يعني ايه الجي. لو عايز احسبها من المعادله هنا اوكي، عايز اطلع احسبها من هنا اوكي، وانا هعرفكم ازاي دلوقتي، هشرح لكم الشرط ده. مضروبه في الدي، بطلع المومنت اوف ريزيستنت كميه الحديد المحدده، بحطها في الرينج بتاعي علشان اشوف اي الوان مغايره بالنسبه للساب او السيف، وابدا اشوف الاماكن اللي محتاجه حديد اديشنال، ابدا ازود لها كميه الحديد المطلوبه. المعامل جي عرفت معادلته وعرفت هحسبه ازاي، لو انا عايز احسبه بالارقام واحسبه بسرعه، حسبته من هنا اوكي، حسبته من الشارت اوكي. يعني بمعلوميه الجي، بمعلوميه خلاص كده الجي، اقدر احسب سي باي دي. بمعلوميه السي باي دي اقدر احسب الجي، اطلع راسي اجي امشي افقي اجيب الجي من هنا، اطلع راسي اقطع منحنى السي 1 امشي افقي كده هجيب قيمه السي 1. يبقى ده يعتبر منحنيين في شكل واحد، منحنيين فين؟ في شكل واحد. طيب انا عارف قيمه السي 1، انا عارف قيمه السي 1، السي 1 اللي احنا اتفقنا انها بتساوي 1 على جذر ار 1، عارف قيمه السي 1، جبت قيمه السي 1 اقدر امشي افق اقطع منحنى السي 1، هنزل عشان اجيب مين؟ اجيب سي باي دي، او انزل عشان اقطع قيمه اقطع منحنى الجي وامشي افقي عشان اجيب منه قيمه الجي. يبقى اتعاملنا مع التشارت عشان اطلع قيمه الجي ماشي، عشان اطلع السي 1 ماشي، عشان اطلع سي باي دي ماشي. يبقى انا كده شرحنا تقريبا 3 تشارتات، وعرفنا المعادلات المهمه بالنسبه لي انا اللي انا عايز ابقى يعني مركز عليها شويه، هي هذه المعادله. المعادله دي هتخش لنا كتير قوي واحنا بنشتغل في حسابات الساب والسيف بالنسبه للتصميم. كده حضراتكم احنا تقريبا فهمنا نقول اساسيات حساب الايه، حساب الالتيميت. هيبقى لي جزء صغير خالص في النظري وهو حساب العمق
يعني اقصى عمق، عايزين نحسب عمق اللي هو محور الخمول بالنسبة للقطاع المتوازن، ونعرف اقصى فروضه ايه، واعرف اقصى فروضه ايه، لان اقصى فروضه دي هي اللي انا هحسب، هحط قدام حضراتكم مجموعة معادلات كنت اشتغلت فيها، اللي هي بحسب منها النسبة ما بين الاي افكتيف والاي جروس اللي انا هعمل منها المودفايرز بتاعت الساب والسيف بالنسبة لي. عملتهم معادلات زي ايه، معادلات جنرال كده، علشان اوصل لنسبة معينة بالنسبة لي في التخفيض، عشان وانا شغال ابقى شغال قريب من الصح. يعني حضراتكم الكود المصري جه قال لي ايه، جه قال والله انت عشان تيجي تشتغل على احمال الرياح واحمال الزلازل وما الى ذلك، انت حط خد في المضفرز بتاعتك، اعمل حساب ان العمدان ممكن تنزل ل 0.7 من اي الاي افكتيف، يعني في العمدان تطلع 0.7، الحيطان 0.7، البلاطات مش عارف 25%، الكمرات 35%. هو الراجل اداني هذا الشغل علشان اشتغل منه الحسابات الرياح والزلازل. طيب انا النهارده لما اجي يا جماعه احسب، اقول والله الاقي بعض الزملاء، يعني مع احترام الشديد لرأيهم، بيجي يقول ايه، انا هعمل موديل على الساب، بعد ما خلصت الموديل على الساب تعالوا نشوف الترخيم قيمته كام. في حاجة اسمها تعالوا نشوف الترخيم؟ ما ينفعش اشوف الترخيم. ليه؟ لان انت حتى لو ما عملتش ست موديفاير، ما غيرتش الست موديفاير، يبقى انت كده بتتعامل مع الاي جروس. طب ما انا احنا ده احنا قعدنا يعني موتنا نفسينا في الحسابات اليدوية بالنسبة للترخيم، وعرفنا ان الترخيم ده عشان انا احسبه، ده انا لازم احسب كذا ايتمز، ولازم يكون عندي ستيج 1 ما يكونش مشرخ اللي فيه الاي جروس، وعندي ستيج 2 مشرخ. طب ازاي وانا مش عامل له موديفاي صح داخل البرنامج اللي هو الساب، اقول والله تعالى نطلع من الساب الترخيم؟ لا، عملية مش، يعني مع احترامي الشديد للاراء، وانا بطرح وجهة نظر وبطرح يعني شيء اتمنى ان يكون باسلوب علم سليم. ان كان عند اي حد وجهة نظر مغايرة، انا تحت الامر للنقاش بدون حدود في هذا النقاش، الى اقصى درجات ان شاء الله باذن الله العلم، يعني نبدأ نتناقش مع بعض، نوصل للصحة مع بعض. وفي النهاية خالص احنا مش عايزين غير معلومة صحيحة تتثبت في اذهان المهندسين، ونتعامل على اساسها علشان نقدر نطلع نتائج صح ونرتقب امتنا باذن الله تعالى. ومعلش انا طولت عليكم المحاضره دي، بس كان في دردشه كتير والكلام جاب بعضه، وفي نهايه المحاضره برضو قدرت ادردش معاكم كويس خالص عن الحسابات اللي احنا هنعملها على الساب والسيف ان شاء الله، لانها هتكون مهمه جدا. واتمنى من الله عز وجل ان تكون المحاضرات دي بتسري معلوماتكم، او يعني انا بسميها بالبلدي كده، لما بنيجي نتكلم مع الزملاء بنقول ايه، بنقول انها زي ما يكون المهندس المصري او المهندس العربي بصفه عامه هو عباره عن جوهره من المعلومات، لما بتتسابش المعلومات دي اكيد بيصيبها، مش هنقول الصدأ زي الحديد يعني، لا احنا بنقول بيحصل لها انها بتتعفر شويه. فاحنا كل اللي بنعمله بننفض الغبار عن هذه المعلومات، ونتعامل مع كياسه وذكاء المهندس العربي. هذا، واتمنى الله لي ولكم التوفيق والسداد والصحه، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وان شاء الله نلتقي بالمحاضره رقم 34. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.